أهلا بكم مشاهدينا الكرام في كل مكان، وكل عام وأنتم بألف خير بمناسبة شهر رمضان المبارك. تطل عليكم قناة العربية اليوم بثوبها الجديد، ونواصل من هذه الاستوديوهات الحديثة والمتطورة تقديم الخدمة الإخبارية المتميزة التي عودناكم عليها طيلة السنوات الماضية. حريصون دائماً وأبداً على تقديم القصة الخبرية بكل جوانبها، وتقديم كل ما يهم المشاهد العربي في مختلف أنحاء العالم عبر شاشة العربية وكافة منصاتها المتنوعة. ملتزمون دائماً في نهجنا بتقديم محتوى قوي وعميق ومنوع، لتبقى العربية دائماً عند حسن ظن متابعيها في أن يعرف أكثر.